ضيفي هنا في الاستوديو وليد جردات، عملتك زميلي وليد، للشرف. اسمح لنا فيه. شكرا جزيلا. طب بداية، أخبار الصين واليابان، هناك عاجز على ما يبدو أنه الأرقام بشكل عام غير إيجابية، وهناك تراجع في ربما الحركة التجارية ما بين الصين واليابان. الأرقام اللي نحن ناطرينها يمكن هي الـ FDI اللي هي رح تطلع من الصين، اللي كان قد ارتفع ربما في الشهر الأخير ب 20%، وهي أرقام مهمة جدا من الصين. كيف ترى الحركة الآن؟ الأرقام المنتظرة ربما قديش رح تعطينا صورة عما يحدث فعلا في الاقتصاد الصيني؟ بالنسبة للاقتصاد الصيني وعلاقته بالاقتصاد الياباني، فعليا هذا يعتمد لبنى على الانتاج الصناعي بشكل عام، وعلى فعلا وما يحدده سعر صرف الين مقابل الدولار، الذي يؤثر بشكل كبير على الصناعات وعلى الصادرات في اليابان، بالنسبة حتى ليس فقط إلى الصين، أيضا إلى جميع أنحاء العالم. فعلا هناك لبنى يعني بشكل عام نرى تراجع في أداء الاقتصاد الصيني، كما تعلمين في الفترة الماضية منذ بداية هذا العام كان هناك ارتفاعات في نهاية العام الماضي، ولكنها كانت ارتفاعات هشة. هذه على ماذا تتحدث عن الانتاج الصناعي؟ أم تتحدث عن أتحدث الناتج المحلي؟ أنا أتحدث عن الناتج النمو بشكل عام في الصين. نعم. الناتج المحلي الإجمالي في الصين. هذه التراجعات أتوقع بس هي كانت عند الأرقام المستهدفة للصين. نعم، هي عند الأرقام المستهدفة، ولكن برغم هي أن هي متراجعة طبعاً عما ما رأيناه، يعني بس طبعاً نحن نتحدث عن نمو أكثر من 7%. 7.5% تقريباً. يعني هو نحن ما نزلنا عند الأرقام المستهدفة، ولو أن ربما لأرقام الصين هي تعتبر أرقام يعني سيئة. ليست بنفس المستوى. نعم، نفس المستوى، ولكن بالنسبة لاقتصاديات أخرى يعني 7.5% أنه ورقم مهول. مهول جداً. بس بالنسبة للصين قد يعتبروه سيء جداً. أو سيء نوعا ما. الفكرة في الموضوع لبنى هو هذه التراجعات قد تستمر في الصين، اللي هي فترة إعادة الهيكلة الاقتصاد الصيني منذ بدء. نحدد الكلمة، ليس التراجع وإنما تباطؤ. هو تباطؤ. لأنه هو لا تراجع في نمو الاقتصاد الصيني. نعم، هو فعلا التباطؤ في الاقتصاد الصيني هو طبيعي في هذه المرحلة، بسبب كما ذكرت إعادة هيكلة الاقتصاد الصيني من قبل الحكومة الصينية الجديدة. الحكومة الصينية نفسها غير قلقة من هذا التباطؤ، وهي متأكدة وأنها قادرة على احداث النمو خلال العام القادم والعام الذي يليه. يعني تراجعات عام واحد ليست بالمشكلة الكبيرة بالنسبة للاقتصاد الصيني، أو حتى بالنسبة للحكومة الصينية خلال فترة إعادة هيكلة الاقتصاد. لذا أتوقع أن الاقتصاد الصيني سيستعيد زخمه، سيستعيد النمو خلال فترة العام ونصف تقريبا في الفترة القادمة، وفعلا قد نشهد نمو جيد في الصين، خصوصا من ناحية القطاع الصناعي أيضا والقطاع التصديري والصادرات. من أين سيأتي هذا الدعم؟ هذا الدعم سيأتي من الشركات الصغيرة أو المصانع الصغيرة أو المشاريع الصغيرة. هذا ما تركز يعني نتحدث عن طلب داخلي. طلب داخلي، نعم، لأن الصورة العالمية ضبابية مبدئيا. نعم، هو طلب داخلي. يعني أنا كما تعلمين هو الاقتصاد الصيني يتحول إلى اقتصاد استهلاكي، بدأ يتحول اقتصاد استهلاكي. الصين الآن تعتمد ما ليس لها إلا الاعتماد على الطلب الداخلي وعلى الاستهلاك الداخلي، لأنه الطلب العالمي في تراجع، هناك تراجع دائم في الطلب العالمي، والساسة في الصين مدركون لهذه المشكلة العالمية الكبيرة. يمكن لهيك نحن دائما بنسمع انه من officials او من رسميين في الحكومة انه محاولة دعم السمول برايفت بزنس. سمول برايفت بزنس بالضبط. yeah. وهذا ياتي من الـ 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 يعني سياتي بالنمو القادم بالنسبة للصين او الاقتصاد الصيني. اليابان، ما الذي يحدث في اليابان الان؟ باليابان ايضا هناك اعاده هيكله، دعني اقول هناك اعاده هيكله، هناك قد ينظر البعض الى انه تخبط من قبل حكومه ابي بالنسبه للقرارات البنك المركزي الياباني، ولكن ابي واعي لما يقوم به، وايضا لا ننسى انه ايضا كورودا هو رجل اقتصادي صارم و ليس بالسهل، هو رجل فعلا رجل اقتصادي مخضرم من السيرة الذاتية، وهو جدا اجريسيف من ناحية المتشدد او شديد جدا من ناحية العملة اليابانية. ما يحدث الآن في اليابان
هو إعادة هيكلة. بس أنا شرح شو معنات متشدد. أنت بتعني إنه being aggressive إنه عم بيجرب إنه يخفضوا من سعر الين مساعدة الاقتصاد. نعم وأيضا الوصول إلى المستوى المستهدف بالنسبة للتضخم. الانفليشن لمعدلات التضخم اللي هي عم يتحدث عن 2%. عند 2% بالضبط. هلا احنا في موضوعنا اللي هو التاكس او بالنسبه ضرائب. نعم بالنسبه للضرائب في توجهات لرفع الضرائب على الضرائب على الاستهلاكيه على المواد الاستهلاكيه، ولكن هناك توجهات اخرى قد يجب ان يقوم بها الحكومه تقوم بها حكومه ابي، الا وهي خفض الضرائب على الشركات الكبيرة، أيضا خفض الضرائب على رؤوس الأموال الاستثمارية، وهذا أهم جدا. بس رجع أنت سمعت اليوم أنه رجعوا نفوا هذه التقارير اللي طلعت، وبالتالي كنا قد رأينا هذه التأثيرات على البورصة، مع أنه كانت يعني الأخبار أخذت بكثير من الإيجابية أنه سوف you will attract يعني راح تجيب المزيد من ربما رؤوس جذب رؤوس الأموال من الخارج. لماذا برأيك تم نفي هذه الأخبار؟ أنا برأيي أنه تم نفيها بشكل مؤقت، ولكن ما في زي ما بيقولوا ما في دخان من غير نار. يعني فعلا هو كان أنا تحدثت عن هذا الموضوع تقريبا من أسبوعين مع زميلنا مع مراد مع صديقنا مراد، ذكرت انه فعلا هي احد الحلول لتفادي هذه المشاكل، انه انا بدي ارفع التاكس على الاستهلاك الكونسومشن تاكس، وبدي انزل الضريبه او التاكس على الشركات الكبيره. فعلا حاليا هذه الضريبه غير مفعله على الشركات الكبيره، يعني الشركات الكبيره لا تدفع ضريبة غير مفعلة بشكل فعلي. الآن التوجهات أو يجب أن تكون توجهات فعلا إلى تخفيض كما ذكرنا تخفيض الضريبة على رؤوس الأموال الاستثمارية، وهذا من شأنه فعلا أن يدعم الاقتصاد الياباني، وزي ما بنقول أنه ممكن يعوض برفع ضريبة الاستهلاك أيضا فعلا، وهو خفض ضريبة الاستثمار ورأس مال الاستثماري. نعم شكرا جزيلا لك سيد وليد جرادات كبير المحللين في HY Markets على هذه المشاركة، ونهارك سعيد. شكرا لك.